مغترب، لو تعرفوا شو حياة مغترب، كل ما بمشي خطوة في طريقه بصعب الدرب. هي صح جبرته على اغترابه هالحياة، لكن اغترابه عالقلب ألم كله. شو بقول غربتي علي طالت، بين فرحتي وبيني هالغربة حالت، حاسس انه كل هالأرض علي مالت. ما في حد لا قريبي ولا عنين، امي هالحبيبه. يا دنيا مره دوري ليه وقفتي بس عدوري، والله غربتي انا كئيبه. عالجمر يوم رجعتي عطول منتظر، كل ليلة شوقي بسهر بغزلها للفجر. كل يوم غرب دمعتي بتبقى دمعتين، صار دمعي زي مطر من القلب من همر. شو بقول غربتي علي طالت، بين فرحتي وبيني هالغرب حالت، حاسس انه كل هالأرض علي مالت. يا غرب شو غريبي، ما في حد لا قريبي ولا عنين، امي هالحبيبة. اللي ما بخلي بالقلب ملل، انه غربتي حتفنى مهما طال هالزمن، مهما كان باغتراب قلبي حامل العلل، الدواء بذن الهي هو العودة للوطن. شو بقول غربتي علي طالة، بين فرحتي وبيني هالغرب حالة، حاسس انه كل هالارض علي مالة. لو تعرف شو حياة مغترب، كل ما بمشي بقلبي طريقه بصعب الدرب. حبيبي يخرجوا مثلا على خلة العمود يقولوا لها خلة المنكوبين. بدي أسألك، بدي أقطع عليك، أنت تجوزت هان في البلد القديم، تجوزت على العادات النابلسية القديمة؟ لا، عرس عادي. عرس عادي، عرس عادي. تحممت في الحمام ولا في لا البيت؟ لا لا عادي، في شيء في هذا كانوا ينزلوا يعملوا هذا الأشياء اللي بقول لك عليها. أنا من قبل 50 سنة. قبل 50 سنة. قبل 50 سنة كانوا يعملوا هذا الأشياء. الأجواء الرمضانية برضو تفضل من صناعتنا الوطنية من الألز. يا رب تسلم. ابو فؤاد، تفضل. العادات بعدها موجوده في البلد القديمه؟ العادات هلقيت انت كلنا يعني احنا حتى بدنا نقول لك على شيء. في الانتفاضه الاولى في 87 الحمد لله عندنا اكبر نسبه شهداء برضه بالحاره هون من الاحتلال. في عندنا يعني بما من بدايه 67 في عندنا 25 شهيد من حالة القيصري، من الحارة لوحدها، حالة القيصري. طبعا كل الوطن قدم وكل الجميع. احنا عندنا كاشي ميزة كانت اكبر نسبة شهداء عليهم رحمة الله جميعا، اكرم منا جميعا. من 67 حتى العادات الرمضانية. قبل ما اختم معك، موجودة موجودة بعد موجودة. في صحون بتروح وبتيجي بين في في بتلاقي موجودة. لقيت انت موجود في موقع هذا في 4-5 عيال كان يعني بدي اقول لك في هذا حوش اسمه ولا شو؟ حوش ابو عيسى. حوش ابو عيسى، دار ابو عيسى. بقولوا له حوش دار ابو عيسى. في دار ابو عيسى، دار ابو زهرة، دار السايح، موجودين من العائلات العريقة اللي كانوا موجودين في الحارة هون وما زالوا صامدين. يعني أولادهم كبروا وتجوزوا وخرجوا. شنافة بتعملها في دارك ولا بتجيبها في البيت؟ من المحل؟ لا، في البيت بتعملها. في دارك زوجتي بتعملها. والقطايف كلها حتى بتصب القطايف في البيت. في البيت. يما منكم النابلسيه انت؟ الحمد لله. ما شاء الله عنكم. مش توفير. العادات توفير. القديمه اهل اصل حلوه، حتى العوامه والطمريه وهي الاشياء كلها اللي لسه لغايه الان عاده ودايه الصحون موجوده. موجوده في رمضان لانه ريحه الطبيخ بتطلع. تطلع عن جاره. يعني بتمشي في الحاره وانت ماشي في الحاره بتعرف تضل شو الطبخه بتلاقي. هذا ريحه ملوخيه، هاي ريحه كلها لانه موجوده. بناء قديم كلياتها وعقد بتلاقيها موجودة. العادات لساتها متآلفين على هذا الاشي، لسه بيكرموا بعض يعني غير عن البدايات. سهرات رمضانية بعد موجودة. 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 حتى الاستقبال بعد موجود بنابلس؟ لا. بدي اسألك بما انه احنا فضل. رمضان كريم، كل عام والجميع بخير. الشعبانية موجودة. نابلس تمتاز فيها. الشعب الشعبانية هاي لا يمكن. الشعبانية للي ما بيعرفوها، اللي ما بيعرفوها، اللي هي بشهر شعبان كل منوه لازم يزور عيلته، يعزم المتزوج. متزوج بيعزم اولاده المتزوجين، بيعزم بناته اللي عايشين برا بيت. كلهم حتى اللي خارج نابلس، خواته خواته وبناته كلياتهم كلهم بيلتموا بصحن واحد.
الله يكون بعون الشعبانيه واللي بشعبين في مدينتنا. يعني اللي عنده 6-7 اخوات تلمني عنده 6-7 بجمعنا 40-50 واحد بده ذبيحتين. موجوده موجوده لسه، حتى قصه يعني اغلبهم بيعملوا العكوب. حتى بيعملوا العكوب اغلبهم بشعبان. بنشوف اكل النابلسيه مشهوره يعني فيش الا في نابلس تقريبا، انتقلت في مناطق ثانيه. ابو فؤاد يعطيك العافيه. في مدينه نابلس في حاره القيصريه لسه خلال هذا الجزء راح تتابعوا عاد حارات ثانيه في مدينه نابلس بناء على طلب الجميع. مدينه نابلس قلنا لكم لا حلقه ولا تنتين ولا جزء كامل بكفي مدينه نابلس. اشكر كل من ساهم بانتاج هذه الحلقه، العاصمه للتجاره والتسويق سيد جهاد العاصي، شركه الارز ومصنع بوز الارز، رائد عنبتاوي ابو عمر والحاج زاهي عنبتاوي، ايضا راعينا البريك ابو صهيب، شركه البريك للتجاره والتسويق والمنظفات الكيماويه حكم خنفر ابو صهيب. أعزائي المشاهدين متواصلين نحن وياكم في مدينة نابلس القديمة، كنا في حارة القيصرية وهسه احنا في ساحة القصبة اللي بتيجي ما بين حارة العقبة وحارة القيصرية. أبو هشام حبيبي خلينا ندخل على حارة العقبة ونشوف منين أجا اسم العقبة، إحدى حارات مدينة نابلس القديمة. ادخل معي أبو هشام. يلا مغترب لو تعرفوا شو حياة مغترب، كل ما بمشي خطوة في طريقه بصعب الدرب، هي صح جبرته على اغترابه هالحياة، لكن اغترابه على القلب ألم كله. شو بقول غربتي علي طالت بين فرحتي وبين
وبيني هالغربة حالت، حاسس انه كل هالارض علي مالت. يا غربي شو غريبة، ما في حد لا قريبي ولا عزيزي، امي هالحبيبة. يا دنيا مرة دوري لي وقفتي بس عدوري، والله غربتي انا كئيبة. يا غربي شو غريبة، ما في حد لا قريبي ولا عزيزي، امي هالحبيبة. يا دنيا مرة دوري لي وقفتي بس عدوري، والله غربتي انا كئيبة. جمر يوم رجعتي عطول منتظر، كل ليلة شوقي بسهر بغزلها للفجر. كل يوم غربي دمعتي بتبقى دمعتين، صار دمعي زي مطر من القلب من همر. شو بقول غربتي علي طالت، بين فرحتي وبيني هالغربة حالت، حاسس انه كل هالارض علي مالت. يا غربي شو غريبة، ما في حد لا قريبي ولا عنيني، امي هالحبيبة. زبائننا الكرام، اهلا وسهلا بكم بالعاصي مول. عروضنا متواصله، كل شهر عنا عرض جديد، اسعارنا واضحه، السعر بالصاله موجود على الكمبيوتر نفس السعر. هاي نقطه مهمه جدا لكل زبون بفوت علينا، العرض بيكون على جميع الاصناف داخل الصاله. كل شهر عنا عرض، اهلا وسهلا فيكم جميعا. بعدنا متواصلين وياكم في حارات نابلس القديمة، وجينا عند الحج البارتي. كيف حالك؟ أنا الحمد لله. عدلفني عن حالك، اسمك من أي عائلة؟ من دار عنابة، الحج عبد الحميد عنابة. أبو إيش البارتي؟ فتح الله. أبو فتح الله، الجبل على الله. قديش عمرك من الآخر؟ 85. 85. حشتك موجودة؟ مرتك؟ الجواز الثاني هذيك ماتت الأولى، يعني أمي الأولاد أمت ربعنت ولا ما ربعنت إيش؟ لا مباشرة هيك ولا استنيت لك سنة؟ سنة سنة ونص. سنة ونص بعد قلت طابت. خلاص انتهت، حلت. طيب بدي أسألك، الأولانية قرابتك يعني ولا؟ لا والله من تاني عائلة. تاني من نفس البلد منها؟ أيوة من نابلس. اتجوزت على العادات النابلسية القديمة؟ كيف كان العرس النابلسي القديم؟ يلا الشيء هاي النقلة لأني يعني كبير. خطفتها من باب الدار عندهم وعلى الدار عندي. طول بالك، ما زفة ما زفة يعني. ليش خطفتها؟ شو خطفتها؟ يعني عجبتك يعني؟ ايش لا شاورت ولا كولت؟ كنت منك شايفها وإشي متفقين ودافع ما يرد كل شيء. بس ما عملتش حفله. ليش ما عملتش الوضع؟ انا بحكي عن الاولى مش الثانيه. ولا كل شيء منا. ما بدي اسالك عن الاولى. ما الثانيه؟ لا الثانيه هذه ما هو على الهسه على السكه. منا ولا عرس وكل شيء. قديش بك عمرك لما تجوزت الاولى؟ كان عمري 33 سنه. يا متاخرين عليك. متاخرين عليك 33. ولا الوضع بك مش كل هذا؟ ما كان شو هالقد. دفعت فيدش كثير ماهر؟ 150 ليرة كاملة مكملة مع الكسوي مع ال كسوي وكل شيء بس واصلها باب الدار. 150 دينار واصلها باب الدار. 150 وصلت. كانت في عادة تلزيق العجينة في نابلس. أنا لما جوزت ابني عمدوها أهل بالدجن، حط عجينة أخضر، هذا شو اسمه؟ ورقة دوالي، ورقة مشان تخمر في الدار. انت ما كانتش هذا العادي في نابلس؟ النابلسي بك وش يعمل ورقة العجينة؟ مبروك مبروك قدامك. طيب اتجوزت قديش بك عمرك؟ 33. هسا قدي عمرك؟ 85. يعني بتحكي قاعد على 52 سنة. بدي أسألك يعني يوم العرس قبل ما لبست وبدك تنصمد معه ولا معلوك الصمدة العروس الأولى؟ طيب اتحممت في البيت ولبست والشباب زفوك ولا روحت على الحمام؟ جيران قريب. جيرانك عزموك على الحمام عندهم؟ جيراني هي البنت. جيرانك؟ طيب
ما عملوا لك الزفة، ما غنوا لك ايش؟ ولا غنوا لطموا ولا اتحممت في بيتكم يعني ولبست البدلة ولا شو كان؟ بدوار محلي دوار قريب على بعض. وانزل في بيتكم يعني بدواركم اتحممت. لبست بدلة ايامها كان ولا كمباز ولا؟ بدلة. بدلة؟ انصمدت بدلة والله. كيف يعني عادي عادي تهل نابل عادي تهل نابل. والله كانوا يشخطوا يذبحوا يغدوا والله ما شغطنا. ما بصير عزيمة يعني انه هاي الحكي بصير عزيمة يعني بعزموني بعزمون هيك السمر طلع سمرنا هيك غبطة اجر بقولوا لها. طيب بدي اسأل انا كنت انت انولدت في مدينة نابلس. ايوه. وعشت في مدينة نابلس اكتر عشت اجواء رمضان في مدينة نابلس قبل 50 و60 سنة ايام ما كان عمرك 10 و15 سنة كيف بكت اجواء احلى من اليوم بكتير الا هون يعني الا أنا غير شو العادات الرمضانية العادات يعزموا بعض الناس مثلا انت قرايح ما يجلس عايبك اليوم العشاء عندي الفطور عندي يصير هذا كثير يعني يعزموا بعض يعزموا بعض خير الله يعني كانوا يعملوا سهرات رمضانية ينزل على الفرق الشوارع ويجي على السوق دائما على الوليدات يصير على السوق على السوق نازل يقولوا يغنوهن على السوق نازل زين مع السوق نازل اغني تفاحة حمرا حمرا تفاحة مش عارف هذه كنتوا تغنوهن يقول الوليدات هذه من العادات النابلسية القديمة كانت في مدينة نابلس بس زمان كان ما في في البيوت ما يروح يتحمموا بالحمام العادي ياخذوا اصحابه والله احنا كنا ساحبين انا ساكن بالجبل الشمالي كان قطعت اجرينا واحنا نعبي المي من هنا عند المستشفى الوطني في عين هذا محل المطعم هذا عين البز يقولوا له في بيت على الدواب يعني في الشبات يبقى يعني عين عند كان في عادة نقوط للعادي ولا تنقطت انت الاشي اللي بنادر في الشبن هذا كيف تطلع الشوام هو بتلاقي هيك عشان هيك بقولوا الشام الصغرى طيب القهوة بالي بلا والي يا ضيف الرحمن حياه الله يا عمود البيت يحلى والي يا عمود البيت يحلى والي
هذه حلوة هذه. بيعرفوا الطبيعة هون وبيعرفوا الزكاة والأراجيل وكل شيء. بعدين عادة الاستقبال هذه والاستقبال كن تبقى بالبيت مثلا يوم الفلاني استقبال عند دار فلان السبت الحد كل جمعة على ناسبة الجيران. هي كان عادتهم والنسوان بده يعمل استقبال والنسوان وتعلك هلا النسوان النسوان يكون جوزها محضر لها جبل الحلو يجيب لها النقاديش كل شيء بالبيت بالبيت. وخير الله يعني ماشي لك هذه من عاداتنا بالسنه القديمه. تكزروا في حارات البلد. كزروا وبعدين ما كانش كله يا مدري اكل من الحران مثل الحلويات ما كانش يعني اليوم هسه عادة نكوت خبز ما فيش شايب الكعبير شو اسمه بدي اسال عادة نكوت بكت في نابلس كيف يجي يسلم على رئيس يحط في جيبته ولا يقعد مثلا ويقولوا ابو فلان نقط شلن ابو أهل فلان العروس يجي ينقطوا العروس واهل العريس ينقطوا مين العريس يكون قاعد العريس يعني هذي هذول عم ربيعهم وكل الناس ربوا يعني جماعته وينقطوا هاي بواحد هذاك الوقت شو بين رياض الواحد يعني يجمع له 10 15 يعني هو يعني ابن ب 25 نغل 150 ابن ب 25 نغل يطلعوا صناديق ولا يطلعوا البيرو صناديق للعرض. اما احنا واحنا خزاين خزاين لما تسيت التسوى مين بكى محل قديم يعني بكى لا جديد والله جديد بس انسى العروس الجديده العروس القديمه جديدة 5000 دينار ما تتم 150 الله يرحمها هذه 5000 عطيتهم إياهن كتاتهم كلهن هم 4000 أخذوهن اشتروا ذهبات ما ذهبات وانا طقم بيت دبعة ثاني زيادة يعني بألف دينار عن بيت جاري كدي بقى عملك لما تجوزت الثانية لما ترملت وقعدت سنة كدي بقى سنة ونص قديش بقى عمرك لما تجوزت؟ هي اللي بيطلع عندي 8 سنين 9 سنين يعني انا جديد هي صغيرة لا والله كبيرة اخذتها وانا سنة اخذتها 50 سنة عمرها 50؟ بس بنيت البيع يعني بنت بنوت يعني كانت من نابلس اخذتها من لا هون. اذا بتسمع بالكفرين اصل الكفرين قضى حيفا اصلها من الكفرين يعني من حيفا طيب حاج موجودة هي هسه قوي قوية ما شاء الله قوية طيب تحملنا ايدها بتطير تحمل لك على ايدها نعطيك هدية توصل لها اياها من البريق للمنظفات الكيماوية مشان تكون ابو ايش البراتين ابو فتح الله مشان تكون ابو فتح الله طول عمره جلاب الغنايم من يوم ابو فتح الله وجهه عليه حلو إلك هذه وبتاخذها لما للحجة في البيت حبيب ابو شاب من ابو فتح الله الجبل على الله شوف وين بدك تاخذنا يلا الامل اللي ما بخلي بالقلب ملل انه غربتي حتفنى مهما طال هالزمن مهما كان باغتراب قلبي حامل العلل الدواء باذن الهي هو العوده للوطن شو بقول غربتي علي طاله بين فرحتي وبين هالغربه حاله حاسس انه كل هالارض علي بال لو تعرف شو حياتي غريبه داخل البلد القديم في نابلس يعني تصادف وجودنا في طحينية وحلاوة حربي أبو حربي من الأسماء المعروفة في مدينة نابلس زي ما أنتم شايفين تجهيز الحلاوة اللي هي طبعا سمسم وسكر والمواد اللي بيصنعوا منها الحلاوة هي تطلعوا كيف بالخلاط
الحلاوي في مدينة نابلس، وهناك على الشركة الثانية بيجهزوا قاعدين بالسكر اللي طبعا مشان يصير اسمها حلاوي. فكان نتمنى انه نيجي وهم قاعدين بيعملوا في الحلاوي القرعية او الحلاوي اللي بسموها حلاوي الموسمية اللي انتم شايفينها. هذه هي الحلاوي، طبعا هاي القرع، لو ياخذوا حبيبنا مخرجنا يسلط لي على القرع اللي بيعملوا منه الحلاوي الموسمية. بنرجع بنقول الحلاوي من الـ من الـ من الصناعات الحلويات القديمة في مدينة نابلس. قلنا هذا سكر وسكر وطحين وعسل، سكر وطحين وعسل جلوكوز، هذه طحينة مش طحين، سكر وطحينة، أنا غلطت قلت طحين، لما مش معقول بتصير معناها خبز، سكر وطحينة، هاي الطحينة اللي بيستعملوها طبعا حلويات أبو حربي، هاي الطحينة اللي بيستعملوها طبعا، هذا الطحينة برضو صناعة نابلسية يعني مش مستوردة، شغلهم شغل أبو حربي، هذا الطحينة مع السكر اللي هو طبعا عسل الجلوكوز، وبعجنوها هون، بعدين بعرفش كيف بصبوها، بيعملوها كوالب، يبقى ان شاء الله نصدفهم وهم قاعدين بيعملوا. وطبعا السكر بيجهزوا فيه قاعدين على النار زي ما انتم شايفين، بس طلع لي السكر كيف بيجهزوا فيه على النار. هاي الحلاوة نابلس ام الحلو، حبيبي ابو هشام من حلات حربي ابو حربي للطحينة والحلاوة اللي هي طبعا هناك ابو هشام الحلاوة، وهي الحلاوة برضه بيعملوها قوالب لو تطلع للمشاهدين، بما انه احنا شهر رمضان المبارك طبعا الحلاوة والطحينية هذه اساسية بالسحور واساسي بكل بيت. ابو هشام حبيبي من هالحلاوة بدي اكاهد المشاهدين، بس انا اطلعوا حلاوة تطلة القرع، عين عليك عسل يا ابو هشام. المشاهدين بتقولوا صحة، مش حدا يقول يا نافذ كهر فينا. ابو هشام حط لك صحتين وعافية.
مغمشوش يا تند العطر يا دار الافراح فيها القرون فل وفيها المسك فواح يا داري يا داري لو عدنا كما كنا لا زينيك بالوارد والطيب والحين كل ما هو جميل كل ما هو شامي أصيل تجده في دمشق الصغرى في مدينة نابلس في حواليها وأزقتها القديمة مهما تغزلنا مهما تغزل الحكوات طاهر باكير في جمال مدينة نابلس اللي في فلسطين وما أجا زار مدينة نابلس ما زار أي مدينة ومباشرة من الحكوات طاهر باكير للمسحراتي المسحراتي الختيارية بتعرفوا بتراثنا الفلسطيني بكى المسحراتي يلف الليل بين الأحياء بين الحارات القديمة ويا نايم وحد الدايم المسح عرفنا عن حالك أنا اسمي منتصر النفنوف من نابلس منتصر النفنوف قديش إلك بتشتغل مسحراتي 6 سنوات في رمضان في رمضان نعم صحيح بتلف حارات نابلس والله أنا ما بقدر يعني اللي بقدر عليه ساعة كاملة أنا قبل الأذان الأول فبس يأذن الأذان الأول خلص بس تكفي وبضلني راجع على البيت بضلك راجع على البيت مباشرة بدي أترككم مع المسحراتي منتصر النفنوف كل عام وانت بخير رمضان كريم وسمعنا يا منتصر وحد اللي ما بغفل ولا بنام
بعدنا في البلد القديم في مدينة نابلس زي ما انتم شفتوا من الحلاوة الموسمية اللي هي في ايدي. قاعد انا ابو هشام وبوجه البكاهر فيكم جميعا. جينا هان على هذه الدخلة. شو اسم هذا الحوش؟ هون بوابة البيك. بوابة البيك بتطلع في الياسمينة القريون راس العين. اسمك عدد يعني اسمك من اي عائلة؟ اسعد منى. اسعد منى من ضار منى. العمر قديش؟ يعني 73. زوجتك موجودة الحجة؟ اه الحمد لله. ولا ولا الثانية؟ لا بكف واحدة نعمة. بدك تجيب لنا تاني واحدة تجيب لنا الضيف. جيب لنا الضوال كمل. خلينا مطقطقين وماشيين. بدي اسألك، أنا من زمان بشوفك بجولاتي وكزوراتي في البلد القديمة بشوفك. هان أنتوا عندكم فرن يعني بتخبز خبز بلدي؟ اه الفرن فوق. تخبزوش إلا بلدي؟ بس أبو هشام أخذت لي الخبز البلدي كمل. خبز القمح. هذا صحة. يعني اللي بده يعمل رجيم للي عنده سكر للي عنده كل شيء. حتى لو ما كانش للرجيم أو للسكري، القمح أصلا هو أساس للجسم بني آدم. مفيد للجسم، مفيد للصحة، مفيد لكل شيء. بدك كماج بلدي هيو موجود، بدك مشروح أو الخبز الفلاحي كله موجود، موجود بكافة الأحجام. يعني مسخن للمناسف بأخذوا منه. المسخن والمناسف عز الطلب للمسخن. غالي السعر ولا زي الخبز؟ لا السعر تقريبا شو كيلو بخمسة شيكل. هذا الكيلو بأربعة. هذا الكيلو بأربعة زي الكماج العادي. زي الكماج العادي هذاك شغل إيدين، تعب إيدين، بيكلف بزيادة شيكل الكيلو بس. وماشي وما شاء الله فيه. الحمد لله الحمد لله مسطورة مسطورة. ها أما المهم كلياته بتنخلوه بتعجنوه عندكم؟ كله عندنا. كم بتطحنوه يعني هان في نابلس؟ لا مش في نابلس، بنجيب طحين بلدي. بنجيبه من منطقة في جبع، في مطحنة هناك، بنجيب القمح نطحنه هناك وبنجيبه. اها بتجيبوه مطحون جاهز بتنخله بتعجن؟ ايوه كلياته قمح. كله قمح. يعني صحة وعافية أبو هشام. الخبز البلدي هذا البسطة أنا من زمان زمان بشوفها هان، ما شاء الله الله يعطيه الصحة والقوة. وزي ما قال لك هذا الخبز اللي فيه الفايدة. هذا قمح زاد الخالة. يعني انت شايف عرين خالة هذا. يعني إذا في معطه ماسكة بتسهلها. سهلها. هذاك عادي تحليل. هذا قمح عادي. أسألك والله أنا قلت فيه بحط الخالة أو بنخله أو مش عارف. لا يعني فيها فوائد الخالة. هو من أرقى الأشياء الخالة. الخالة إحنا شعبنا بفهموش إنه الخالة مفيدة للجسم بني آدم، هي محرشة للمعدة. الخالة مفيدة بتسهل المعدة وبتسهل الأمور. محرش شيء تحريش للمعدة. تحريش زي ما انتو شفتوا في خبز مخلوط بالخالة زي ما قالكم، يعني بسعر الخبز تاع الفلاني اللي هو تلياته سكر وطحين ابيض زيرو زي ما بقولوا. بعدين احنا عربي مش كهرباء الشغل تبعنا. الحطب بعدكم على الحطب. ايوه فضل عربي، كل شيء فيه عربي. حبيبي ابو هشام بتحبوا تطلع الترجم والكرم برضه؟ بدي انا ابو هشام اعطيني الهدية هان، الحج بيستاهل. هذه من شركة البريق حج، هدية لك. اهلا وسهلا. والله يعطيك الصحة والقوة وان شاء الله بعد عمر طويل يضل مين يشتغل هذا الشغل ويبيع ما تروحش ونصير بعدين مش بس يضع على الابيض على الفين واخرى. الله بيسر. ابو هشام هيش بنشون وصلنا لنهاية حلقتنا في البلد القديم في مدينة نابلس. أشكر كل من ساهم بإنجاز هذه الحلقة، شركة البريق للمنظفات الكيماوية وشركة ومصنع بوز الأرز والعاصي مول من الخبز البلدي. أبو شام بدي أخذ الغيفين أنا هسا، بس أنا بوتي الحلاوة موسمية. بدك أهلك وكاهل المشاهدين جميعا. شكرا لك مخرجنا ومصورنا وطاقم برنامج حروف وطن، حتى ألتقيكم في حلقة جديدة. نافز أبو الشرخ يشكر لكم حسن المتابعة ومن كلهم. أهلا وسهلا فيكم. اللي ما أكل الزلابي راحت عليه الزلابي. هي قمة العمل بنابلس، قمة العمل. روح انتوا ايام أبو هشام. الله معكم. مغترب لو تعرفوا شو حياة مغترب، كل ما بمشي خطوة في طريقه بصعب الدرب. هي صح جبرته على اغترابه هالحياة، لكن اغترابه على القلب ألم كله. شو بقول غربتي علي طالت، بين فرحتي وبيني هالغربة حالت، حاسس انه كل هالأرض علي مالت. يا غربة شو غريبة، ما في حد لا قريبي ولا عنيني، امي هالحبيبة. يا دنيا مرة دوري لي وقفتي بس عدوري، والله غربتي انا كريبة. عالجمر يوم رجعتي عطول منتظر.
كل ليلة شوقي بسهر بغزلها للفجر. كل يوم غربي دمعتي بتبقى دمعتين، صار دمعي زي مطر من القلب من همر. شو بقول غربتي علي طالت، بين فرحتي وبيني هالغربة حالت، حاسس انه كل هالأرض علي مالت. يا غربي شو غريبي، ما في حد لا قريبي ولا عنيك، امي هالحبيبي. اللي ما بخلي بالقلب ملل، إن غربتي حتفنى مهما طال هالزمن، مهما كان باغتراب قلبي حامل العلل، الدوا بإذن إلهي هو العودة للوطن. شو بقول غربتي علي طالة، بين فرحتي وبيني هالغربة حالة، حاسس إنه كل هالأرض علي مالت.